هكذا إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، الأشواط لا زالت حاضرة ومستمرة بعون من الله وتوفيقه. هنا أيضا الشوط الأول الرئيسي الذي ذهب لمالك مياس حمود بن عبيد الوهيبي مع الرمز الأول من رموز الفطامين الخاصة لأبناء المحافظة. تجري هنا استعدادة انطلاقة أول أشواط القعدان الخاصة كذلك لأبناء المحافظة من مسافة 1500 متر. نتمنى التوفيق والسلام والناموس لجميع الإخوة المشاركين، لجميع الحاضرين القادمين اليوم للمنافسة على أرضية هذا الميدان، وهذا الدعم الذي يأتي كذلك من سعادة الشيخ نجيب بن علي الرواسي محافظ الظاهرة. مشكور لدعمك وتشجيعك لرياضة الآباء والأجداد. هنا انطلقت الأسماء وانطلقت الشعارات مباشرة إلى قمر من يأتينا هناك معبود بن عبيد الوهيبي مقدما لنا شعاره، بينما الدور على مشغل أحمد بن سيف الدرعي مقدما لنا مشغل الدور دور المركز الثالث. أرى في هذه اللحظات من ميمنة الميدان من يأتينا الشبابي أحمد بن حمد بن حميد الدرعي رابع الأسماء. هنا الحضور والقدوم من مياس خليفة بن سالم السديري، وخامسا تقدم في هذه اللحظات شداد محمد بن سليمان الساعدي. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء ولهذه الشعارات. عطنا لقطة يمصورنا على بقية الأسماء المندفعة والمنطلقة في هذا الشوط، شوط رمز ما في رحم هذا الشوط يجمع هذه الشعارات والأسماء. هنا بتحديات وانطلاقة شداد، بتحديات الساعدي، ولكن هنا مشغل خطير. هنا أيضا تقدم أحمد بن سيف الدرعي مقدما لنا شعاره. هناك ثالثا من يأتينا أيضا بتحديات أحمد بن حميد الدرعي مقدما لنا الشبابي، ولكن مشغل هنا مع الأمتار الأخيرة، مع الأمتار النهائية، مع الأمتار المثيرة. الرمز يغادر إلى مشغل وإلى هناك أحمد بن سيف الدرعي. سلام ميدان أسود، سلام. يغادر الرمز الثاني إلى ميدان أسود. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. ثانيا كان حضوري هناك أيضا شداد محمد بن سليمان الساعدي، وثالثا كان الصايب حسن بن علي الزيدي. أما رابع الأسماء كان الوصول أيضا من تحديات الشباب أحمد بن حمد بن حميد الدرعي، وخامسا حضر هنا وانطلق أيضا المدير ناصر بن معيوف بن سرحان الدرعي مع التوقيت الحاضر 2:05:31 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس.